سواق من أعمى قدم معناتها من أحسن السواق حطيناهم وقلنا له أخويا رمى ذوما جراتيين في أي وقت 24 24 رمى لازم وحطينا له 20 تاكسي في الليل في الليل يستحق تاكسي في الليل يا سيد المدير مع سيد المدير بن جزار هذوما راهم نجيبوا العباد مجانا راهي القروان عزيزة وتونس عزيزة علينا ومش باش نسلموا فيها. القيروان كذلك محاولة ثانية القيروان المدينة. احنا اليوم اخذين على عاتقنا كون المواطن القيرواني يعنينا قبل كل شيء وقبل ما ننتقلوا إلى الطرق الردعية والطرق اللي من شأنها كون يتدمر منها المواطن التونسي. احنا اليوم جينا اللي ما عندوش كمامة ياكل كمامة. فيهم الناس كل وإن شاء الله وخاصة بالله تحية شكر لرجالات الصحة بالقيروان الناس هذه اللي في السفن الأمامية والناس هذه اللي قاعدة تخدم ليلة النهار مع الأمن بحول الله بحول الله سوف ننتصر والحماية المدنية الناس هذوما اللي في السفن الأمامية تحية حب وتقدير لجنود الخفاء الثلاثة هذوما الصحة والحماية المدنية وقوات الأمن الداخلي وتحية حب وتقدير للشعب التونسي تحيا تونس عاش تونس حرة مستقلة وقولوا لهم تونس سوف تنتصر رغم كيد الكائدين وخاصة ولاية القيروان ونحن مصرين على الانتصار بحول الله. We'll be right back.